دليلك في الحالات الطارئة. الاستعداد هو الخطوة الأهم نحو الحماية والركيزة التي تبنى عليها والتي تؤدي إذا ما تم اعتماد تفاصيلها بدقة والتزام. الاستعداد هو الخطوة الأهم نحو الحماية، شعار ترفعه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن مبادرتها الاستراتيجية لنشر ثقافة مواجهة الطوارئ والكوارث لدى جميع شرائح المجتمع من خلال صدور دليلك في الحالات الطارئة في طبعته الأولى باللغتين العربية والإنجليزية، حرصا على الوصول بمضمونه إلى أوسع شرائح المجتمع الإماراتي. سعينا من خلال سجل المخاطر الموجود في الدولة لبناء نوعا من التوعية والتثقيف، ليس فقط لنضع هذا الدليل على الأرفف أو في المكتبات، لا، ليكون طبعا هو المرشد الأول والركيزة الأساسية الأولى لتجنب كثير من المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد أو المجتمع في دولة الإمارات أو حتى في أي مجتمع آخر طبعا. وسعينا لهذا الدليل أن يكون طبعا أن يصل بالسرعة وبالسهولة، وأن يكون هناك نوع من أن يكون الرسالة واضحة وسهلة للمجتمع والفرد. الهيئة تعتزم إطلاق خطة تسويقية تعريفية لنشر مضمون الدليل عبر عدد من طرق التسويق والإعلام الفردي والمؤسسي، كما تسعى للتركيز على الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي. هناك موقع إلكتروني خاص بالهيئة، هناك أيضا مجلة طوارئ وأزمات وهي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وهي مجلة فصلية أيضا معنية، أول مجلة تخصصية تعنى بالطوارئ والأزمات. أيضا طبعا إحنا هناك الفترة القادمة الأسبوع القادم بنطلق طبعا تطبيق إلكتروني خاص بالهواتف الذكية، هذا تطبيق معني بالتوعية والتثقيف حيال الكثير من المخاطر وكيفية إرشاد الفرد والمجتمع لخطر معين. الدليل ينقسم إلى 6 فصول تتناول كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار ومواجهة طوارئ الحرب وطرق الحماية من الأعمال التخريبية وكيفية القيام بالإسعافات الأولية، كما يقدم الدليل نصائح من أجل السلامة أثناء وقوع الحرائق، ويكرس فصلا خاصا بذوي الإعاقة وكيفية إيجاد الظروف الملائمة لهم في حالات الأزمات، كما أفرد حيزا خصصه للحقيبة الجاهزة التي يجب أن تتوفر في كل منزل وتشتمل على مجموعة من المواد الأساسية الغذائية والطبية واللوازم الضرورية التي تساعد الفرد أو الأسرة على ضمان البقاء والسلامة بعد وقوع الحدث. في إطار مسؤولية الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يأتي إطلاق كتاب دليلك في الحالات الطارئة بهدف توعية الأفراد والمؤسسات في كيفية مواجهة حالات الطوارئ والأزمات المحتملة، لدى الرئيس علوم الدار أبو ظبي. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في استوديو علوم الدار الدكتور جمال الحوسني، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات. أهلا بك دكتور. مساك الله بالخير. حياك الله. دليلك إذن في الحالات الطارئة كتيب تم إطلاقه اليوم، إذن كيف سيسهم في توعية المجتمع وتثقيفه بالتصرف السليم يعني إزاء الحالات الطارئة التي قد يتعرضون لها لا سمح الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أمسي على المشاهدين الكرام. هذا الدليل طبعا أخرج أو مخرج من الهيئة، يغطي جانب كبير من عمل الهيئة، ومن الأهداف الرئيسية للهيئة هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ولذلك هذا الدليل سيسهم إن شاء الله في رفع الوعي لدى المجتمع بجميع شرائحه. يعني هذا الدليل صمم ليخاطب جميع شرائح المجتمع وبشكل بسيط وسهل، وفي صور كثيرة لتسهيل رسالة أو وصول الرسالة المهمة في هذا المخرج، واللي هي الإجراءات السليمة اللي يجب اتباعها أثناء الطوارئ والأزمات المختلفة والكوارث المختلفة، واللي إن شاء الله ما تأتي لدولتنا، ونسعى إن شاء الله أن يعني ما تصيب دولتنا ولا مجتمعنا. الله تعالى. طيب كيف ستكون آليات التعريف والترويج لهذا الكتيب الإرشادي؟ طبعا ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وطبعا الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات تقع تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الوطني، ولذلك هناك استراتيجيات وضعت للهيئة، من ضمن هذه الاستراتيجيات طبعا زيادة الوعي لدى المجتمع، ومن خلال برامج عدة سيتم الترويج لهذا المنتج. واحدة من هذه البرامج طبعا القوافل الثقافية
وكذلك الزيارات المستمرة وورش العمل التي سيكون لها طبعا وجود في مدارسنا، لأن المدارس جانب مهم في هذا الطوارئ والأزمات والكوارث التعامل معها. وكذلك راح يكون يعني في أبليكيشن خاص للآيفون والأندرويد يمكن تنزيله خاص طبعا بالخدمات اللي تقدمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ومن ضمنها راح يكون هذا الدليل. أيضا اليوم يعني أي واحد فينا ممكن يدخل على الموقع الإلكتروني للهيئة وينزل هذا الدليل، وإن شاء الله راح يكون أسهل أيضا من النسخة المطبوعة، لأن النسخة المطبوعة طبعا النسخة المطبوعة يجب قراءتها يعني بشكل كامل، ولكن على الموقع الإلكتروني سيتم تجزئة هذا الدليل إلى أجزاء صغيرة، وبيكون هناك مساعدات أيضا تصويرية وفيديو توضح الإرشادات التي يجب اتبعها كل شخص فينا في المجتمع. نعم. إذن نحن نشكر الدكتور جمال الحوسني، ونتمنى أكيد من الجميع جميع أفراد المجتمع اقتناء هذا الكتيب أو تحميل التطبيق الخاص ب الدليل، هذا دليل وكافي الحالات الطارئة. شكرا لك دكتور جمال الحوسني المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات. شكرا لك. حياك الله. شكرا.